كل انسان كيتزاد في العالم كيتولدوا معاه حقوقه، وحتى واحد ما يقدر يفصل الانسان عن الحقوق ديالو الاساسيه. وفي المغرب وبحال كاع دول العالم، هاد الحقوق كتكون محميه بزوج حوايج: الالتزامات الدوليه والقوانين الوطنيه. الالتزامات الدوليه هما الاتفاقيات، اللي اهمها الاتفاقيات الامميه اللي مسينين عليها الدول مع الامم المتحده، والمغرب عضو في 9 من هاد الاتفاقيات الرئيسيه اللي كتهم حقوق الانسان. هادوك الاتفاقيات فيهم بنود اللي واجب على الدوله تطبقهم باش تحقق غرض ديال الاتفاقيه. دابا كيفاش كنعرفوا واش الدوله طبقات دوك البنود؟ الامم المتحده دايره بزاف ديال الاليات. الاليه الاولى الهيئات التعهديه، واللي هما لجنه ديال الخبراء اللي تابعين كل اتفاقيه. الخدمه ديالهم هي يدرسوا التقارير اللي تقدموها الدول بصفه دوريه على تنفيذ كل اتفاقيه، وكيعطيو توصيات للدول. الاليه الثانيه هي الاستعراض الدوري الشامل، اللي هو عباره عن اكسبوزي او شفوي كبير اللي فيه كل ممثلي دوله كيتجمعوا في بلاصه واحده، كيبداو يدوي في نصلات كل دوله في مجال الحفاظ على حقوق الانسان قدام العالم. والهدف من هذه الاليه هو احراج الدول اللي فيها خروقات. وكاين اليه اخرى اللي هي الاجراءات الخاصه، واللي هي خبراء وفرق عمل تابعة لمجلس حقوق الانسان ديال الامم المتحده، كتمشي بزاف ديال الدول باش تشوف اش واقع وتتلاقى مع الناس، ومن بعد كتقدم تقرير فيه توصيات للدول والمجلس حقوق الانسان. هاد الاليات كامله ما عندهمش تاثير مباشر وعملي في ارض الواقع على حقوق الانسان، وانما كيساعدوا في تقييم الدول وكيعطيونا نظره شامله على احترام حقوق الانسان فيها. الشيء اللي يقدر ياثر بشكل غير مباشر على الدوله عن طريق الاستثمار الاجنبي والعلاقات الدبلوماسيه وغيره. دابا السؤال الحقيقي، كيفاش فعليا يمكن نشوفوا واش حقوق الانسان مضمونه في الدول؟ ايوا هنا الدوله هي المسؤوله على هذا الشيء. مشاكل ديال الوصول للحقوق والاستمتاع بها ماشي مشاكل مبدئيه، حيت الدستور اللي هو اسمى قانون في البلاد هو اللي عاطيك هذا الحق اضافه لحقوق اخرى. المشكل الكبير هو تدبير السياسات العموميه، واش كاينه قوانين وطنيه منسجمه مع روح المعاهدات الدوليه. ناخذ مثال الصحه. الصحه حق، لكن ماشي حق غادي نفرقوا على المواطنين في علب او رزمات. هو حق في الخدمات الصحيه اللي خاص يضمنوا عدد كبير من المتدخلين للادوار ديالهم متكامله، ابتداء من وزاره الصحه مرورا بالحكومه والبرلمان وبالمسؤولين في الجهه والاقليم والعماله والجماعه، وصولا حتى الممرض البسيط وسيكوريتي ديال السبيطار. هادو كلهم عندهم مسؤوليه مشتركه ومركبه. واش كل هاد المسؤولين اللي ذكرنا عندهم القدره على البرمجه والتدبير المالي والاداري وعندهم الكفاءه؟ وبلا ما ندويو على الثقه والنزاهه وداك الشيء، المهم المسؤوليه على تنفيذ الحقوق مقسمه على بزاف ديال الفاعلين، انت وانتي وانا والمسؤولين والمواطنين. ولازم نعرفوا باللي النهوض بالحقوق ماشي هو غير المطالب، راه هو كذلك الاقتناع بحقوق الاخرين والمساهمه في الاعداد والتنفيذ والتقييم والتصحيح الى اخره. ولهذا الحديث بقيه، انتظرونا.